أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دعا شخص النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس عند قبره، فهل هذا العمل من الشرك؟ إذا دعا شخص النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس عند قبره، فهل هذا العمل من الشرك؟ وإذا كان عند القبر فهل يختلف الحكم؟ أبداً لا يختلف الحكم، دعاء غير الله شرك في أي مكان، عند القبور أو في مكان آخر، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، فادعوا الله مخلصين له الدين، فلا بد من الإخلاص في الدعاء في أي مكان، وليس هذا خاصا عند القبور. نعم.